ما دام فطرت وجاي لي بدري يبقى في موضوع مهم عايز تقول لي عليه. بصراحه يا ماما انا خلاص اخترت الانسان اللي هرتبط بيها. خلاص هتتجوز مهينار؟ لا يا ماما مش مهينار. احسن اهم على الاقل وقفوا المسلسلات التركي. مش مهم، مين يا حبيبي اسمها ايه؟ اسمها عداله، عداله عبد الجبار. يا مصيبتي السودا، عروسه دي يا ابني ولا مخبر؟ لا مخبر ايه يا ماما، بس دي بنوته حاجه كده زي القمر. واضح انك واقع لشوشتك. اوف قوي يا ماما قوي، بس هو في مشكله صغيره قد كده بس. ابوك هو ابوك النكدي، بس ولا يهمك امك في ظهرك، انا ما يهمنيش غير سعادتك. لا يا حبيبتي، هو المشكله مش في بابا خالص، المشكله في حضرتك انت. في انا؟ اوعى تكون بنت حد من القنوات الفضائيه المنافسه. بنت لميس؟ لا لا، وانا اقدر يا ماما، هي بنت ماموره سجن. يا نهارك اخبر ومش معدي، بنت العميده نور. بقى انت ما لقيتش حد في مصر الا 90 مليون مواطن وما تلاقيش غير بنت العميده نور. يا ماما انت مش كنت لسه من شويه عماله تقول عايزه سعادتك وعايزاك تتجوز وفرحانه؟ لا مش مبسوطه ومفيش جواز، والله نكد عليك يا ابني. انت عايز تموتني يا ابني؟ ده انا شايله القوانص، حرام عليك. بقول لك ايه، بنت العميده نور لا، بنت لميس.